أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وجولة في بلاط صاحبة الجلالة. بنستعرض أهم العناوين والمنشطات الصحفية الصادرة في صحف القاهرة صباح اليوم. يسعدنا أن يكون معنا محللا ومعلقا على هذه العناوين الكاتب الصحفي بجريدة الوطن الأستاذ صلاح البولك. صباح الخير. صباح الخير حضرتك وسهلا المشاهدين. أستاذ صلاح، نبدأ من جريدة الأخبار والصفحة الأولى والمنشط الرئيسي: السيسي خلال رئاسته لجلسة مجموعة 77 والصين، تعزيز التعاون بين دول الجنوب لجعل النظام الدولي أكثر إنصافا وتوظيف التكنولوجيا لأغراض التنمية والحد من الفقر والبطالة. ممكن الرئيس السيسي شدد على توفير فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية اللي بتمثل تحدي لغالبية الدول النامية. تعليق حضرتك. هي مجموعة 77 دي أنشئت في أواسط الستينات من القرن الماضي، يعني احنا بنتكلم عن 50-60 سنة. العدد ارتفع إلى 134 دولة زائد دولة الصين، هي دولة متقدمة، لكن باقي هذه الدول مجموعة من الدول النامية تمثل 80% من سكان العالم. لنا أن نتصور أنه 60 سنة في محاولة للخروج من فكرة أنها دول نامية ولم تستطع، يعني معظم هذه الدول، أنها تنتقل إلى مصاف الدول المتقدمة. الرئيس السيسي أكد في كلمته بالأمس على فكرة التكنولوجيا البزغة، أنه هذه التكنولوجيا اللي بتسيطر على الأوضاع بتقلل الحاجة إلى العمالة، وهو ما يخلق حالة من عدم المساواة سواء داخل المجتمعات، هو أتكلم على ده بشكل مباشر، داخل المجتمعات أو بين الدول وبعضها الآخر. طبعا الكلام عن توفير فرص عمل للشباب وأهمية أنه يكون هناك نوع من أنواع التعاون بين دول الجنوب دي كلها عشان نخلق هذه الفرص، لأنه في ظل التقدم التكنولوجي اللي حاصل وضعف فرص العمل، طب الشباب ده هيروح فين؟ هيتحولوا إلى مصدر لتمويل الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية، والقصة هيحصل حالة من التردي الاقتصادي كمان داخل المجتمعات وما بين الدول وبعضها البعض. كان التشديد والإلحاح على هذه الفكرة اللي محدش طرحها تقريبا، يعني محدش كان متخيل أنه المسألة هتبقى واخدة السكرة، لكن من الواضح أن مخطط السياسة المصرية كان واضح مع نفسه جدا خلال دورة الأمم المتحدة، سواء في الطرح اللي تم خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة، أو في الطرح اللي تم فيما يخص الدول النامية أمام مجموعة 77، كنا واضحين جدا. وكانت القضية، وهي القضية الأهم، أنه هذا التقدم التكنولوجي الذي بدأ يغزو الكثير من هذه الدول يجب ألا يضيع الحرص على خلق فرص عمل للشباب في مجموعة هذه الدول، وحالة التعاون المستهدفة بين هذه الدول للخروج من أزمتها، أزمتها المتعلقة بتردي الأوضاع الاقتصادية. معظم هذه الدول لازالت في إطار أو عدم المساواة في المجتمعات المختلفة بالنسبة لشعوب العالم التي تخص الدول النامية بصفة عامة، سواء جوه المجتمعات أو ما بين المجتمعات وبعضها البعض. يعني إحنا تخيلي أنه 60 سنة معظم هذه الدول مش عارفة تطلع من ده، ومش هتطلع من ده إلا لو حصل الكلام اللي اتكلم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت التكنولوجيا وسيلة لتعزيز المساواة داخل المجتمعات وبين الدول وبعضها البعض، مش العكس. لأنه التخوف الأكبر من اللي اتكلم عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنه ما يحصلش مساواة داخل المجتمعات، الناس ما تلاقيش فرص عمل نتيجة التكنولوجيا، والدول اللي تقدمت تكنولوجيا أيضا تحصل عندها طفرات اقتصادية فيما تبقى هذه الدول النامية، رغم أنه يعني هناك دولة كبرى داعمة لهذه المجموعة. فازاي احنا بنتكلم عن 80% من سكان العالم بيعيشوا مجمل هذه الأزمات ومفيش دولة بتساعدهم إلا دولة الصين. دولة الصين بتحضر كراعية منذ الستينات، والمجموعة اللي كانت 77 بقت 134 دولة، والعدد 80% من سكان العالم. لا، احنا بنتكلم عن الغالبية العظمى من سكان العالم ان هم بره منظومة التقدم والرفاه والرفاهية، والتكنولوجيا اللي بيحصل، التقدم التكنولوجي اللي بيحصل من شأنه انه يقودهم الى المزيد من المعاناة. فالكلمة كانت تلح وتؤكد على ان احنا نستفيد، ويصبح الامر عكس ما هو حاصل الان. بدل ما التكنولوجيا هي سبب عدم المساواة وسبب في عدم حدوث رفاه اقتصادي في هذه الدول، تعاون الدول مع بعضها والمجتمعات جواها تبقى حريصة
على انها تحتوي الشباب وتخلق المزيد من فرص العمل ورفعت شان الانسان لمكانه اعلى. خلينا نروح لجريده الجمهوريه وناخذ هذا الخبر. السيسي في لقائه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي: تسويه القضيه الفلسطينيه توفر واقعا جديدا بالشرق الاوسط، الحل العادل يحقق الامن والاستقرار والتنميه، نتنياهو: نقدر دور مصر المهم في مكافحه الارهاب. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمقر اقامته في نيويورك امس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش مشاركته في فعاليات الدوره 73 للجمعيه العامه للامم المتحده. انا عايز كل المصريين وكل العرب يبصوا في الصوره بتاعت اللقاء، يعني فيها من البرود الشديد يعني في اللقاء، لانه لازم نبقى عارفين انه يعني شكلها بروتوكولي اكتر من اي حاجه. اسرائيل لا تستجيب ابدا بالمره، لانه هي عندها داعم الولايات المتحده الامريكيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة مصر الدولة العربية هي والأردن اللي عندهم اتفاقيات سلام مع إسرائيل عمرها دلوقتي أكثر من 40 سنة، فهناك حرص على أن مصر تكون إيدها في مسألة محاولات حل القضية الفلسطينية. احنا لازم نبقى عارفين جدا أنه المفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة، وأن إسرائيل بتعتمد المفاوضات من أجل المفاوضات، فمصر حريصة بس يعني مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية بين الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي وهو المخول بكل السلطات في دولة إسرائيل في محاولة لضخ الدماء في عملية السلام المتوقفة. بس عايز أقول لكل اللي شايفنا أنه سبب توقف هذه العملية ثانية بعد تصريحات برضو لترامب ونتنياهو أن هناك مفاوضات بشكل جديد خلال 3 أشهر ترضي الطرفين. طب هو بس المطالب بيه انه نتنياهو يقدم بعض التنازلات، يعني العرب والفلسطينيين قدموا مبادره الملك عبد الله، هي المبادره العربيه لحل القضيه الفلسطينيه. كل دول العالم حريصه على انه المساله تتحل، لكن للاسف الشديد هناك طرف غير محايد نقل سفارته الى القدس ولم يعترف اعترف بالقدس عاصمه لاسرائيل، ولكن ما حددش اي قدس فيهم، فاسرائيل بتشعر بنوع من انواع الدعم من القوه الاعظم في العالم، وبناء عليه ما بتتحركش وما بتستجيبش كتير. فالمساعي المصريه في النهايه عوده المفاوضات افضل من اللاشيء، يعني انه يبقى فيه مفاوضات فيبقى فيه امل في حل. لكن انا لا اعول كثيرا على ان هم يحددوا 3 شهور او 6 شهور، ولكن الدور المصري ووجود مصر في كلاعب فاعل، لان احنا جينا في فتره من الفترات كانت هناك نيه لاستبدال مصر ودورها في الوساطه في هذه العمليه بدولة صغيرة داعمة للإرهاب، وخلينا نكون صراحة هي دولة قطر، يعني كان لديهم وهم بأنهم ممكن يعملوا ده، وده أمر لا يحدث بدليل أن إسرائيل نفسها عارفة تماما أنه اللاعب الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط هي مصر. وده الكلام اللي قاله نتنياهو حتى وإن كانت استجابته ضعيفة لمحاولات الضغط عليه من المجتمع الدولي للعودة إلى المفاوضات، لكن هو في النهاية عارف أنه الدور المصري أساسي ورئيسي في محاولات حل القضية الفلسطينية. صحيح ممكن نكون ما أعلنش كل اللي اتقال، لكن مصر بتمارس دور بشكل أو بآخر في محاولة لإحياء مفاوضات السلام وصولا إلى الحل النهائي اللي احنا بقالنا بنسعى ليه. تخيل احنا من سنة 79 من أيام مبادرة السلام بتاعت الرئيس السادات لغاية النهاردة مش عارفين ننهي القضية الفلسطينية، مش عارفين نوصل لحل، ثم أن هم بيجيبوا من عندياتهم حلول وبدأوا يعملوا لها عمليات تسويق، واصلا الدول العربيه رفضاها وبيحاولوا يقنعوا الناس انه لا اصل مصر هتوافق. يعني هذه محاولات لتشويه صوره مصر. لازم نبقى مؤمنين ان مثل هذه اللقاءات لقاءات دبلوماسيه حتميه من اجل محاوله حل القضيه الفلسطينيه مرتبطه بان احنا واحده من دولتين ليهم علاقات سلام مع دوله اسرائيل. مصر دورها واضح دايما تجاه القضيه الفلسطينيه علني ومعلن. المهم اللي حضرتك بتقوليه انه دورنا واضح ودورنا معلن، مش زي الدول الثانيه اللي عندها علاقات قويه جدا باسرائيل ولكن بشكل سري وتحاول ان تظهر للاخرين عكس ما تفعله خلف الابواب المغلقه. نروح للأهرام. ذكي يبحث مع قائد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب جهود حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. يمكن أشاد الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالدور الفعال اللي بيقوم به التحالف الإسلامي العسكري في أعمال مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف. هو التحالف ده لما أنشئ كان المفترض أنه يكون بقيادة مصرية، لكن لظرف او اخر يعني اعتمد على تحالف ما بين باكستان والمملكه العربيه السعوديه، وهم يحاربون الارهاب في منطقه شبه الجزيره العربيه والمجموعات المنتشره في اليمن يعني بشكل رئيسي.
لكن الطرف الأبرز في مواجهة الإرهاب وبشكل مباشر الدولة المصرية، الجيش المصري. احنا عندنا معركة مع الإرهاب كانت منتشرة في كل محافظات مصر، وبعدين اقتصرت على الحرب دلوقتي اللي حصل في سيناء. التحالف الإسلامي دوره مقصور على منطقة اليمن ومنطقة شبه الجزيرة العربية، لكن برغم الإشادة اللي هم يستحقوها نتيجة الدور اللي هم لعبوه، لكننا لم نصل بعد إلى النتيجة المرجوة. قد يكون للتعاون اللي هيحصل بعد مثل هذا اللقاء دور أكبر في محاصرة الجماعات الإرهابية والمتطرفين اللي هم أصبحوا جماعات إرهابية جوالة، يعني ممكن ينتقل من العراق إلى سوريا إلى سيناء إلى اليمن. المسألة دي بتتطلب نوع من التعاون الاستخباراتي الخاص ما بين هذا التحالف الإسلامي اللي فيه أكثر من دولة إسلامية، وبين دولة لديها مثل ما لدى مصر من خبرات في مواجهة الإرهاب لفترة طويلة. يعني احنا بنتكلم عن أكثر من 6 أو 7 سنوات في مواجهات مباشرة مع الجماعات الإرهابية. فقد يسفر هذا التعاون على عن ان احنا نتخلص من الجماعات الإرهابية، لانه زي ما حضرتك عارفة هم سبب تفتيت اليمن والعراق وسوريا وليبيا، يعني في كل حتة حوالينا هذه الجماعات الإرهابية. فالدور اللي بيقوم به التحالف الإسلامي مطالب بانه يتوسع في ده، لانه وجود إقامة دولة في ليبيا بتتعثر بسبب هذه الجماعات المتطرفة. الدعم اللي بتتلقاه جماعة الحوثيين في اليمن، لا، الموضوع محتاج انه الدور يبقى اوسع واكبر لكي يكون الانجاز اسرع ونتخلص من هذه الجماعات التي تهدد كيان المنطقة والترابط اللي كان شبه قائم في المنطقة العربية قبل ما يعرف بثورات الربيع العربي. نعم، جريدة المصري اليوم: رئيس الوزراء في قنا للتعرف على معوقات تنفيذ المشروعات الكبرى، مدبولي بيصل المحافظة على متن القطار الإسباني وبيؤكد مدينتان جديدتان لاستيعاب زيادة السكان. يعني في جولة ميدانية تفقدية لمحافظات الصعيد، ممكن بدأت بسوهاج أسيوط وأسيوط، وشفنا افتتاح مدن جديدة لاستيعاب السكان وبنية تحتية وبناء شبكة طرق جديدة ومواصلات والنقل والتنقل لسهولة الحركة والتنقل. بصي، أنا لو ما كانش في خبر عن زيارة رئيس الوزراء أنا كنت هتكلم عنها، حتى لو ما كانش في خبر، لأنه أسلق صدري الطريقة اللي هو تعامل بيها مع منطقة أهملت عشرات السنوات وهي صعيد مصر. الصعيد ده احنا طول عمر الدولة ما بتسألش فيه، بس طول عمرنا برضو بنشكي من هجرة سكان الصعيد إلى القاهرة، والحق أصل هما بيسببوا زحام، الحق فرص العمل، لكن هما ما عندهمش حاجة. الدولة عاملة خطة طويلة الأمد إنها تعمل مصانع، وبدأت في بني سويف وفي المنيا، لكن الطريقة التي تعامل بها رئيس الوزراء ملفتة جدا، وأعتقد إنه هذه الروح لو استمرت الأوضاع في مصر هتختلف. أنا بس عايز ألقي الضوء على مش المشهد اللي في قنا، على المشهد اللي قبلها بيوم في سوهاج. رئيس الوزراء لما راح أسيوط بيزور في كل محافظة مكان صحي، مستشفى، بيزور مكان تعليم عالي، جامعة، بيزور مدارس، بيزور طرق، بيزور مدن جديدة، بيزور مصانع. فلما راح سوهاج كان في مشهد بيؤكد أن احنا أمام رئيس وزراء مختلف، عنده قدرة وقابلية على التحمل والمناقشة. يعني هو راح قاعد في كل محافظة يوم كامل، أعتقد دي أول مرة تحصل. رئيس الوزراء كان بيروح بيعدي بيفتتح حاجة وياخد بعضه ويمشي، فالناس عارفين هيمشي من هنا زي فيلم الوزير جاي شوية زرع وبتاع. هو في سوهاج بقى عمل موضوع مختلف تماما. يعني أنا شفت لسه كنت بتكلم مع الأستاذ رزق في الموضوع، إنه الأمر ملفت للغاية. رئيس الوزراء وقف ليناقش المشرفين على مشروع تسمين الدواجن في سوهاج، وبرضه على مشروع تسمين عجول برضه كانوا طالبين منه 20 مليون. وقف هنا يسأل المساحة قد إيه وكم عنبر عندك، ودول ليه بيخسروا؟ ليه القطاع الخاص بيكسب وانتوا بتخسروا ليه؟ وهو واقف الآلة الحاسبة بتاعت المهندس، عقلية المهندس شغالة، عمالة يحسب ويقول لهم ويناقشهم وبمنتهى الهدوء. يعني طبعا الكلام والردود اللي كانت بتتقال أعتقد إن لو أنا مكانه كنت هتنرفز. هو كان بمنتهى التهذب بيناقش الناس، ثم خلال مسيرته راح على مكان هما مش متوقعينه، على مستشفى. وزيرة الصحة عمالة تقول لنا إن أنا عندي مشكلة في عدد الأطباء، راح دخل مستشفى ساقولتا اللي بعد زيارة رئيس الوزراء وقعت بوابتها العامل وأصابته امبارح. دخل فبص ما لقاش دكاترة، سألهم أنتوا كام واحد؟ 6. طب المستشفى فيها كام؟ فيها 60.
طب يا جماعه المفروض لو ورديات يبقى على الاقل في 15، طب انتوا بتعالجوا 600,000. فمثل هذه الزيارات بمثل هذه الروح، الموضوع مش مجرد انه رئيس وزراء يروح، لكن بهذه الروح والاصرار على انه يكون على مكتبه تقرير خلال 48 ساعه عن المشروعات اللي ظهرت، المشكلات والتحديات لحلها، ويعني طرح بدائل لحل المشكلات سريعا لاتخاذ القرار. وحاجه اهم من ده، هو بيقعد في الاخر مع النواب والمحافظين. النواب لما بيبقوا هنا ممكن يكونوا بيقدموا طلبات تخص مواطنيهم، طلبات شخصية، لكن لما يقعد معهم مع المحافظين والتنفيذيين كانت المطالب متعلقة بسرعة إنجاز المشروعات القائمة. لا، إحنا أمام روح جديدة بتتخلق وطبيعة زيارات مختلفة لأعلى جهة تنفيذية في البلد وهو شخص رئيس الوزراء. طب جريدة الأخبار، صندوق النقد الاقتصاد المصري الأعلى نموا في الشرق الأوسط. ممكن أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا بيشير لقوة الاقتصاد المصري وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة، ووصفه بالأعلى نمو في الشرق الأوسط. طب ده كلام كويس، بس لازم نبقى عارفين أن معدل النمو ده مش معناها أن أنا بكرة هلاقي الأسعار رخيصة. عشان هي الإشكالية هنا إيه؟ الجهات الدولية النقدية الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفي أكتر من جهة بتصنف الاقتصاديات في العالم بتطلع تقارير إيجابية في صف الاقتصاد المصري، بينما المواطن المصري بيلاقي نفسه برضو لسه الأسعار ما تحسنتش. الموضوع ده مش يعني هو مرتبط بده بس قدام بعد فترة، يعني احنا لما يبقى معدل النمو عندنا 5.3، الكلام ده كمان اتقال في الجمعية امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومتوقع انه يوصل 5.8 وتيجي شهادة دولية. أهمية مثل هذه الشهادات ايه؟ هذه الشهادات مهمة جدا قدام المستثمرين على مستوى العالم. لما يبقى عندنا معدل نمو هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، ده مرتبط باستقرار أمني، مرتبط بتحسن فرص الاستثمار، مرتبط بتسهيلات تقدمها الدولة للمستثمرين، مرتبط كمان بفرص نقل الأموال. ما هو بيبقى قلقان إن أنا هاجي، مرتبط أيضا بتسهيلات ضريبية. إحنا بنتكلم على 5-6 عناصر مهمة جدا بالنسبة لأي مستثمر. فالفايدة الرئيسية اللي إحنا بنجنيها مش مجرد إن دي أخبار طيبة وكويسة، وعلى الجانب الآخر المواطن يقول طب أنا لسه ما شفتش، لا، إحنا بنقول لك إنه ده لما يتقال علينا وشهادة جاية من مثل هذه الجهة معناها إنه مستثمرين هيجوا، معناها فرص عمل هتتخلق، معناها ان احنا نحاول نستفيد من هذه الشهادة، مش مجرد ان احنا نفرح بيها وننزلها في الجرايد ونتكلم عليها في التلفزيون، لا، ناخد هذه الشهادة ونسوق بيها لفرص الاستثمار المتاحة في مصر من خلال مصر 2030 و2050. واحنا كان عندنا معرض لفرص الاستثمار في نيويورك في الفترة اللي فاتت دي، بيتكلم عن 1000 مشروع في الوقت اللي احنا بننفذ فيه. 11,000 مشروع بتنفذهم الحكومة المصرية، سواء كانت مدن او طرق او رقم كبير جدا ومبالغ مهوله جدا. الحزمه دي كده ناخدها على بعضيها ونطلع نسوق بيها، واحنا معانا هذه الشهاده الدوليه المهمه اللي هتبقى داعمه امام الجهات التي يمكن ان تاتي لتستثمر في مصر. نعم، نرجع تاني لجريده الجمهوريه. الحكومه بتستعد لعصر السياره الكهربائيه، 65 موقعا للشحن في 7 محافظات ودراسه تجريبيه بالعاصمه الاداريه. وزاره الكهرباء والطاقه بدات استعدادها لدعم دخول السياره الكهربائيه لمنظومه الركوب بدراسه تجريبيه للتاثير المتوقع لاستخدامها على الشبكه الموحده في العاصمه الاداريه الجديده، والاستعانه طبعا بخبرات الدول اللي سبقتنا في هذا المجال. طب انا يعني انا سعيد ان هم بيعملوا ده، بس مش عايز الموضوع يبقى تجريبي. يعني احنا هنجرب في العاصمه الاداريه الجديده في 7 محافظات ب 65 محطه شحن زي ما هو جاي في الخبر، وانه في وسائل شحن هتبقى بتشحن العربيات بنسبه 80%. احنا كده كده في النهايه محتاجين ان يطبق هذا النظام. ف 65 عدد مش كبير وعدد قليل جدا، و7 محافظات من 25 او من 27 ده رقم قليل جدا. يا ريت وزاره الكهرباء بالتعاون مع هذه الشركة الألمانية وشركات أخرى إنها توسع المسألة، لأنها مش مجرد تجربة وهنتراجع فيها، لا، إحنا بنجرب عشان نشوف تأثيرها إزاي وعشان الآثار بتاعتها إزاي. لا، من المؤكد إن هناك دول لها الريادة والسبق في هذه المسألة، إحنا مطالبين بس بالتوسع في المسألة أكتر. يعني إحنا بنشيد بده ونرحب به، لكن بدل ما يبقى 65 ليه ما يبقوش 165؟ بدل ما يبقوا 7 محافظات ليه ما نجربش في كل المحافظات؟ لانه ده نرجع نقول بقى ايه فوائد السياره الكهربائيه. الكل عارف التوفير في الوقود وطبعا بالنسبه للبيئه التاثيرات البيئيه، وده كلام مهم جدا، يعني
لان احنا عندنا بعض المدن صنفت على انها ثاني انقى مدن في العالم، عندنا نسبه تلوث مرتفعه جدا في القاهره، فده من شانه ان يساهم في تخفيض التلوث. يعني المساله مش مجرد احنا ما نفكرش بس في سعر البنزين، لا، في حاجات تانية كتير هتبقى مفيدة لما ينخفض معدل التلوث في القاهرة، ده ممكن ناخده ونسوق بيه سياحيا للقاهرة. فالموضوع محتاج ان احنا نحاول نضغط على الحكومة انها تزيد عدد المحطات اللي ممكن تتعمل وتزيد عدد المحافظات اللي هتتم فيها هذه التجربة. نعم. عنوان تاني من جريدة الأهرام، خلال لقاء وزيري تخطيط وقطاع الأعمال صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة. طبعا صندوق مصر السيادي هم يعني قفلوا قبول الباب القبول للي هيجي مدير لي وقالوا انه بعد شهرين، بس هذا الصندوق من شأنه ان يدير الاصول السيادية للدولة اللي كان بيحصل فيها ايه. هي طبعا معظمها اراضي، يعني عشان نبقى عارفين ان هناك كميات كبيرة من هذه الاراضي اللي تم الاستيلاء عليها ووضع اليد والدولة حاولت تستعيد ده. الرقم اللي ممكن نتخيله بالمليارات، طب لما يكون عندنا فرصة أنه هذه المليارات توظف وتوزع على فترات زمنية طويلة، لأن هي لا تخص الناس اللي عايشين دلوقتي، هي ما تخصناش احنا اللي عايشين هذا الزمن، ولكنها تخص الأجيال القادمة. فكانت فكرة جيدة جدا أنه يبقى هناك صندوق سيادي يرعى هذه المسألة، نعم، ويبقى حريص على الحفاظ عليها وعدم إهدارها بأي شكل من الأشكال، ويتصدى لمن تسول له نفسه أنه يتعدى على الممتلكات، لأن دي ممتلكات الشعب المصري كله اللي موجود دلوقتي واللي هيجي في المستقبل. ناخد آخر خبر معنا من جريدة المصري اليوم، 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة في القاهرة. عبد الغفار بيشهد احتفال الجامعة الأمريكية بإعادة حصولها على شهادة اعتماد الجودة. بصي، لما يبقى 19 من ال 1200 أنا كنت مستني الخبر يقول لنا ترتيبهم كام. يعني 19 في 1200 مش كويس، أنا عايز أعرف إحنا كام في أول 500 أو في أول 100. احنا بقالنا مدة بنقول ان احنا عندنا عملية تطوير للتعليم الجامعي، عندنا تعليم خاص، المفروض ان التعليم الخاص بمعايير مختلفة واكثر جودة، بنحاول تحسين جودة التعليم الجامعي التابع للحكومة، الجامعات الحكومية القاهرة وعين شمس كانت من ضمن اول 500 جامعة على مستوى العالم. بس للأسف الشديد في دول صغيرة قوي مقارنة بمصر وبالتجربة المصرية، احنا بقالنا مئات السنين عندنا جامعات، فاحنا كنا عايزين نعرف بس ال 19 دول ترتيبهم كام. دي حاجه مش حلوه كتير 19 من 1200، عايزين المره اللي جايه يكون قدامنا خبر بيقول ان عندنا جامعه ضمن اول 10 او اول 50 او اول 100 جامعه على مستوى العالم، لاننا مؤهلين لده. يعني الرموز اللي بتطلع من عندنا، اقعد ادي لك مصطفى السيد وزويل، النماذج اللي طلعت من مصر دي، وفي بعضهم احنا ما نعرفهمش على فكره. نعم. طيب احنا عندنا نماذج مماثله ومشابهه لده من اساتذه الجامعه، باقي فقط الاداره. كانوا بيتلقوا يعني الدراسه في جامعات المصريه في فترات ماضيه، فاحنا من وقت قريب كنا فعلا سباقين في مجال التعليم الجامعي. ايوه، كان في ناس بتيجي تدرس من انجلترا الطب في مصر، وفي من اليونان، وفي من دول تانية، الكلام ده في الخمسينات. احنا اتمنى سريعا وقريب جدا نبقى قاعدين برضو كده وبنقرا الصحافه ونقول ان عندنا جامعه ضمن اول 100 جامعه، ده هيبقى كويس جدا بالنسبه لنا. مستنين اليوم ده يجي ان شاء الله. يعني دي فتحت امل كده وبركه امل للمصريين ان شاء الله. احنا في النهايه بنشكر الكاتب الصحفي بجريده الوطن الاستاذ صلاح البولق، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو. مشاهدينا الكرام، فكرات هذا الصباح مستمره معكم بعد الفاصل، وحسام الدين عاطف اهم الاخبار الاقتصاديه.